على وقع الاتهامات التي وقعت على رأس السعودية بعدما قامت به من تنظيم مشاريع جديدة لنهضة السعودية من موسم الرياض وافتتاح المطارات والمهابط ورعاية كأس العالم لعام 2032 وافتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تعرضت المملكة لحملة تنمر ورفض لخطواتها في ظل الأحداث الأخيرة الواقعة في القطاع، مع العلم أن السعودية على أرض الواقع لم تتخلى عن القضية الفلسطينية أبداً، على عكس ما تم تداوله فكانت البداية خطواتها بتجميد علاقات التطبيع مع إسرائيل، ومن ثم التنديد ورفض كل الأعمال الإسرائيلية التي تقام بحق الشعب الفلسطيني، ومن ثم دعت إلى وقف الأعمال العسكرية في غزة، ودعت الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لإنقاذ القطاع. وآخرها اليوم الخميس، حيث واجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة. وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي مرت بها، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني. وبيّن الربيعة أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وكان مجلس الوزراء السعودي قد شدد على وجوب تمكين المنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات العاجلة للمدنيين في غزة، داعياً إلى إيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني. خطوة لم تكن مفاجئة، فقد نوه عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصاله الأخير الذي دار بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب وكالة واس، عندما بحثا عدة مواضيع ورفض من جانبه بن سلمان استهداف المدنيين بأي شكل أو استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياة الفلسطينيين اليومية أو حتى التهجير القسري، وشدد على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد وعدم انفلات الأوضاع بما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة التزام القانون الدولي الإنساني ورفع الحصار عن غزة والحفاظ على الخدمات الأساسية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، واتفقا على إرسال مساعدات للقطاع من الطرفين من أجل إنقاذ ما يستطيعون إنقاذه من الشعب الفلسطيني.